يقول الله سبحانه وتعالى لا أقسم، ولا أقسم أن لا هذه زائدة ومعناها أقسم. العرب تقول على الشيء الظاهر البين العيان الذي لا يحتاج إلى تأكيد لا أقسم على هذا، يعني لا هذا من التوابت التي لا تغيب على عقل أحد ولا يكذبها أحد. فاستعمال لا أقسم هنا بمعنى أقسم، أي أن الموقف لا يحتاج إلى قسم، فلا أقسم بالخنس، والخنس هنا المراد بها النجوم الجوار الكنس.